بوم. هلو ايفري ون، حبايب قلبي، جريد 4. ليتس كونتينيو كونكت بلس سكند تيرم. توداي وي ار ستارتنج ليسنز 5 اند 6. نقضي بقى على اليونت دي درس ماث كومبيرينج اند اوردرينج هاي نمبرز. هنقارن تمام بين الاعداد الكبير. ناخد الفوكاب في البدايه. ارتكل، يلا مع بعض نقول ارتكل. ارتكل. تون اللي هو الطن تمام. equals 1000 كيلوغرامز تون. humans cells اللي هي الخلايا اللي في الجسم. اوكي. home public parks حدائق عامة كل الناس تقدر تروحها. public parks. Yes. average اللي هو المتوسط او معدل. average. planet. protecting. طبعا protect يعني يحمي، و protecting او protection الاثنين معناهم حماية. green spaces conjugation of verbs planted. بنشيل التي بعد الان، ممكن تقول planted وممكن تقول planted. planted. caused. wasted. absorb. protected. Give. Understand. Beat. Verb beat. Beat يعني يضرب. Okay. وبيت يعني يهزم كمان. لما نقول الأهلي always beats الزمالك. الأهلي دائما بيهزم الزمالك. ممكن تجيب معنى يدق أو يضرب كمان. Beat. Take out. Think thought. عندنا important expressions and prepositions زي لما تقول لحد عندك حق. You're right. عندك حق. You're right. Make the air cleaner. Look really nice. A good way to. Find out equals discover. Home for. Mountain Lee. خدنا جملة فيها home for بس في connect. فاكرنا؟ The Nile is home for different kinds of fish, turtles, and crocodiles. Yes. Mountain Lee. Important to. That's amazing. I think. لما جاء الرأي بقى. Create pollution. Yes. Read this story. هنقرأ القصة دي مع بعض. Listen to this, mom, said Nisma one day after school. نسمة جت من المدرسة بعد المدرسة بتقول لمامتها بصي على ده يا مامي. This article says that in 2019, Egypt started a project to plant 1 million trees in public parks and gardens all over the country. المقال ده مامي بيقول ان سنة 2019 مصر بدأت في مشروع ان احنا نزرع مليون شجرة in public parks في الحدائق العامة and gardens والحدائق الخاصة اللي في المنازل all over the country في الدولة كلها. That's amazing. دي فكرة مدهشة. You're right. عندك حق. Said mom. Do you understand why it's important to plant trees? هل انت عارفة ليه مهم ان احنا نزرع الأشجار؟ Nisma wasn't sure. ما كانتش متأكدة قوي من الإجابة. They look really nice, don't they? بيبقى شكلهم جميل مش كده يا مامي. They give us
fruit بيطلعوا لنا ثمار and they can be homes for animals كمان ممكن يبقوا مواطن لسكن الحيوانات. Although those things are true اتلاقى كل الحاجات دي صح. But trees are even more special. But trees are even more special than that. لكن الأشجار يعني لها أهمية أكتر من كده. Some of the things that people do make carbon dioxide emissions. Some of the things that people do make carbon dioxide emissions. حاجة من الحاجات اللي الناس بتعملها يا شباب هي إن إحنا بنطلع بسبب الانبعاثات بتاعت العربيات والمصانع بنطلع emissions. ايه هي emissions دي؟ الانبعاثات smoke from cars factories الدخان اللي طالع من العربيات والمصانع. طيب اهمية الاشجار في كده ايه؟ يعني احنا عارفين trees يا شباب كل الناس تبصلي ركز كده ثواني. trees are very important الاشجار مهمة جدا ومن اهم الاسباب اللي لازم نعرفها لأهمية الأشجار إن they taken carbon dioxide and give us oxygen أو أهم حاجة من أهمية الأشجار إن trees قولوا انتوا يا شباب taken carbon dioxide and give us oxygen. هم محتاجين الكربون دايكسايد والكربون دايكسايد ده بالنسبة لنا احنا harmful ضار فهم بيعملوا لنا خدمة عظيمة جدا. they take carbon dioxide ياخدوا هم الكربون دايكسايد and they give us oxygen ويطلعوا لنا احنا الاكسجين to breathe علشان نتنفسه. يبقى دي اهمية مهمة جدا للاشجار. This causes air pollution. قلنا ده الانبعاثات الاميشنز بتسبب تلوث الهواء and climate change وتغير المناخ. But forests can absorb carbon dioxide. لكن الغابات ممكن تمتص ثاني اكسيد الكربون من خلال الاشجار زي ما قلنا. That means they take it out of the atmosphere. ده معناه ان الاشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي and make the air cleaner وتخلينا الهواء انقى وانظف. Did you know that forests absorb about 2.6 billion tons of carbon dioxide every year؟ هل تعلم ان الاشجار اللي في الغابات بتمتص حوالي 2 مليون ونص او اكتر كمان طن من الكربون دايكسايد كل سنة؟ واو that's a lot of carbon dioxide ده كتير قوي سيد نسمة. So trees are really important in protecting our planet عشان كده الأشجار مهمة جدا لحماية الكوكب بتاعنا. Large numbers الأرقام الكبيرة بقى 1000 10000 100000 1 million نقول ايه؟ million نقولش مليون ها 1 million 10 مليون 100 مليون 1 بليون. هو في حاجة بس أنا عايز أسألك عليها، مش هنا 1000 مش المفروض دي تبقى 10000 صح كده؟ مش عشان أكتر من واحد. لما عندنا قاعدة بتقول قبل 1000 و100 ومليون والأرقام دي لو جه رقم ما تحطش الأس، لو جه رقم ما تحطش الاس. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني لو انا قلت لك في 1000 طائر طايرين في الهواء there are خلينا نقول there is 1000 birds flying in the sky. هنا شباب كلمة one رقم ولا مش رقم؟ عادي نقول 1000 ما فيهاش مشكلة. طب لو كانوا 2000 هنقول 2000 برضو احنا اتفقنا طالما في رقم ما نحطش الاس. طيب عايز بص بقى الاف الطيور thousands of birds thousands of birds are
flying in the sky. هنا ما فيش رقم قبلها عشان كده حطينا ايه اس الجمع. اوكي طبعا مع الجمع نقول there are ومع المفرد نقول there is. قلنا الارقام يا شباب 1000 10000 100000 1 million 10 million 100 million 1 billion. هنعمل دول في البيت يا شباب. نادية بتقول so the first question is اول سؤال what can our country do to help the environment. ايه اللي دولتنا تقدر تعمله عشان تحمي او تساعد البيئة. That's interesting. حاجة ممتعة وشيقة. I think our country can help by using more renewable energy. نحمي البيئة باستخدام more renewable energy. نستخدم المزيد من الطاقة المتجددة. I agree. لما توافق حد في الرأي تقول له يا محمد تقول له I agree او ممكن تقول له you're right عندك حق. That would be a good way to use less fossil fuel. دي هتبقى طريقة جيدة تخلي استخدامنا للوقود الحفري يقل. I also think it's a good idea to plant more trees. فكرة حلوة برضو ان احنا نزرع اشجار اكتر and protect the forests we have. ونعمل غابات اللي عندنا ما نخليش حد يقطع الاشجار لانها مفيدة. Yes, you're right. ايوه عندك حق. Forests help to protect the environment. فعلا الغابات بتحمي البيئة. And what can I do to help the environment? طب انا اعمل ايه يا جودي عشان اساعد البيئة؟ Well, حسنا I can recycle plastic. نعمل اعادة تدوير للبلاستيك. And not drop garbage. وما نرميش القمامة. Yes, we shouldn't drop garbage. المفروض ما نرميش القمامة. But I think the most important thing is to turn off lights and not waste electricity. كمان المهم اكتر قوي الاكتر امان ان احنا نقفل الانوار لما مش محتاجينها. وكمان not waste electricity. ما نخدش الكهرباء كده على الفاضي. هنا بيقول expressions for replying and giving opinion. في بعض التعبيرات لما نيجي ندي رأينا ولو حد ادى رأيه واحنا عايزين نوافق او نرفض. مش لما حد بيقول رأيه يا شباب معرض لحاجتين ان انا اوافق على رأيه ده او ان انا لا اتفق معاه. طيب لما تيجي تتفق مع حد انا قلت رأي تروح قايل لي I agree او ممكن تقول لي yes you're right. لو انت مش متأكد قوي بقى تقول I'm not sure او تقول but I think لكن انا اعتقد وتقول رأي مخالف. I disagree انا غير موافق. I agree موافق. I disagree غير موافق. بص يا سيدي بيقول what can our country do to help the environment. اللي دولتنا تقدر تعمله عشان تعمل بيئة. That's interesting. حاجة شيقة. I think our country can help by using my renewable energy. بص أول حاجة عشان نعمل بيئة نعمل إيه. Using more renewable energy. استخدم المزيد من الطاقة المتجددة. بص لما اتفقت معاه في الرأي قالت إيه I agree. أنا موافق على رأيك ده. That would be a good way to use less fossil fuel. وده هيبقى طريقة حلوة إن احنا نقلل استخدام الوقود الحفري اللي بنحرقه. I also think it's a good idea to plant more trees and protect the forests we have. يبقى الحاجة التانية هو احنا قلنا number one using more renewable energy. نستخدم طاقة متجددة أكتر. الحاجة التانية plant more trees. نزرع أشجار أكتر. And protect the forests. ونعمي الغابات. عشان هنحتاج الكلام ده في الباراجراف يا شباب. Yes, you're right. عندك حق. اتفقت معاه في الرأي تاني. Forests help to protect the environment. فعلا الغابات بالأشجار اللي فيها بتساعد في حماية البيئة. And what can I do to help the environment? أنا بعمل إيه عشان أحمي البيئة؟ Well, I can recycle plastic and not drop garbage. عندنا في حاجة كمان أهو. Recycle plastic. نعمل إعادة تدوير للبلاستيك and not drop garbage. ما نرميش القمام. Yes, we shouldn't drop garbage. يجب علينا إن إحنا ما نرميش القمام. But I think
The most important thing, بس أنا في رأيي إن أهم حاجة is to turn off lights. يبقى عندي turn off lights, نطفي الأنوار, and not waste electricity, ولا نهدر الكهرباء. يبقى طلعنا من الموضوع ده بإيه؟ How to protect the environment. يلا شباب قولوا لي كده, how to protect the environment. تفضلي يا توتا قولي لي كده, ازاي نحمي بيئتنا؟ we can use more renewable energy. ادي اول حاجه قالتها لي الدكتوره توت. اهو يا شباب تعالوا نفنطهم كده, نلخص الدرس اللي احنا قريناه ده. How to protect the environment, ازاي تحمي البيئه. How to protect the environment, ناخد بعض العناصر كده. How to protect the environment, ازاي نحمي بيئتنا. How to protect the environment. يلا توتا قالت لي اول واحده, ايوه قالت لي we can use more renewable energy. We can use more renewable energy. قولي يا ريتال. برافو عليك. قالت لي ايه؟ قالت لي we can grow more plants and trees. We can grow, ممكن نزرع more plants and trees, نزرع نباتات وأشجار أكتر. We can grow more plants and trees. Forests help to protect the environment. الغابات بتساعد في حماية البيئة. يبقى احنا قلنا اول حاجة يا شباب فكرني كده عشان يفضل الموضوع معاك. How to protect the environment, we can use more renewable energy, نستخدم طاقة متجددة اكتر. وممكن على فكرة احنا بندي عناصر بس, انت لو بتكتب باراجراف هتطول شوية. بعد ما تقول we can use more renewable energy تروح مدي امثلة. Renewable energy is like, احنا قلنا ايه بقى؟ tidal energy, wind energy, solar energy. برافو عليك. geothermal energy. ايه الحاجة اللي بعد كده؟ واحد بس. we can recycle plastic, we can recycle plastic and not drop garbage. نعمل إعادة تدوير للبلاستيك and not drop garbage, وما نرميش الكمام. ايه كمان؟ ايوه we should save electricity. يعني ايه we should save electricity؟ يجب ان نحافظ على الكهرباء, نوفرها كده وندخرها, مش waste. we should save electricity, ده معناه نفس المعنى we shouldn't waste it. ازاي بقى؟ ازاي؟ how to save electricity and not waste it, by turning the lights off, عن طريق اطفاء الاضواء. نيجي بعد كده في الكتاب للاكتيفيتيز, هتبقى هوم ورك. الجمل المهمه هنا يا شباب بيقول why. برافو. why is it, قوليها على بعضها يلا. برافو. why is it important to plant trees, ليه من المهم ان احنا نزرع اشجار. ايوه they, as they taking carbon dioxide and give us oxygen.
forests الغابات forests help to protect the environment الغابات بتساعد في حماية البيئة والباقيين دول homework الparagraph عن how to keep the environment ازاي نحافظ على البيئة we should keep our environment clean we can plant more trees we shouldn't drop garbage we shouldn't drop garbage we should we can recycle plastic we should use more renewable energy is like tidal energy wave energy solar energy geothermal energy we should protect forests يجب أن نحمي الغابات okay and we shouldn't cut trees we should save electricity we should turn off the lights هنا بقى شباب الريفيو على اليونت كلها coastal mountainous rainforest desert rural temperature urban polar difficult air pollution fossil fuels carbon dioxide water pollution climate change emissions renewable and non-renewable the types of energy wind energy solar energy tidal energy geothermal energy لكن هنا بقى non-renewable زي coal gas oil عندنا generate hydroelectricity water wheels store release take out absorb heat turbine 1,000 100,000 10 million 1 billion 10,000 1 million 100 million خدنا ال present continuous اهم ال paragraphs نراجع عليها وهيبقى عندي يا شباب homework هنا فكرني كده we are talking about pollution احنا بنتكلم عن التلوث we are talking about pollution وهنا a turbine is a machine to make energy دي آلة علشان نولد منها الكهرباء A turbine is a machine to make energy Polar environment طلب مني أكتب عن polar environment اللي هي الايه Polar environment البيئة القطبية Polar environment تعالوا سريع كده نكتب عن polar environment عن polar environment polar environment أيوة في منها اتنين بس في العالم يبقى نقول ايه there are two of these environments in the world في منها اتنين بس في العالم There are two of these environments in the world. في منها اتنين في العالم اللي هما the Arctic and the Antarctic. القطب الشمالي والقطب الجنوبي. عندنا Arctic and the Antarctic. دايما نقول بقى عليها هنقول it's cold and windy there الدنيا بتبقى هناك cold and windy there is a lot of ice في تلج كتير some animals
have found ways. بعض الحيوانات لقت طرق to live there. هناك بعض الحيوانات لقت طرق انها تعيش بيها في هناك تكيفوا يعني ايه. But there aren't any trees or flowers. بس هناك ما فيش ولا أشجار or flowers ولا زهور. تمام. ايه كمان دي كده كتبنا عن polar habitat البيئة القطبية. هنيجي بقى ندخل على الليلة الجديدة اللي هي customs and traditions. احنا خلصنا درس الخامس والسادس, هناخد درسين customs and traditions العادات والتقاليد. customs and traditions. عندي هنا important festivals احتفالات مهمة. important festivals نقرا مع بعض يا شباب. sunset نبطل كلام ونقول sunset. feast يعني وليمة. fairground اللي هي fun fair الملاهية. grateful الشخص الممتن شاكر حاسس بانه مدين بالشكر للحد. sunrise hajj pilgrimage فريضة الحج. hajj pilgrimage فريضة الحج واللي هو كده hajj pilgrimage prayers. كلمة pray يعني يصلي. prayer المصلي بقى. prayers الصلوات او الناس اللي بيصلوا. ancient Egyptians customs العادات و traditions التقاليد. customs festival dish spring creation dream rides. قولوا معنا محمد انت ومحمد بقى. lives lantern الفانوس. lantern warm traditional traditions celebrations weather sunny. افعلنا celebrated prepared decorated sacrifice يعني يضحي زي ما بنضحي في العيد ونذبح خروف مثلا او بقرة او جمل. sacrificed mark يعني يميز بتميز حد او تميز كلمة. حتى الماركر القلم ده بنروح عاملين بيه علامة كده ليه عشان نميز الحتة دي. boiled painted lasted for spent. برافو يا شباب. give out come up stuck go down went down wore wake up hung Coptic Easter يتعمل بحروف كابيتال كده عشان Coptic Easter عيد الفصح. Coptic Easter. Get ready at sunrise in different colors. Play music mid-July for the start of spring مثلا مع بداية الربيع. spend time verb plus ing يعني ايه يعني لما تجيلك spend time دي تحط للverb بعدها ing. عايز اقول انا مثلا ان رتال
قضت 3 ساعات بتتفرج على فيديوهات. تمام؟ يبقى هنقولها ازاي دي؟ ريتال spent 3 hours. ريتال spent 3 hours. يعني ايه ريتال spent 3 hours؟ يعني ريتال قضت 3 ساعات بتعمل ايه؟ watch videos ولا watching videos؟ watching videos. ليه بقى قلت watching؟ اهو بص يا شباب، قلنا اهو ريتال spent 2 hours، و 2 hours دول ساعتين، يعني تايم وقت. الفعل اللي بيجي بعد spent وفترة من الوقت ده لازم نحط له ing، يبقى ريتال spent 2 hours watching videos. front door، front door الباب الامامي، مش front door، نقول front door. on the side of، electric candle، electric candle. make a lantern، make a lantern. glass door، glass door. islamic festival، islamic festival. listen to، love و like و enjoy كلهم لازم نحط بعدهم ing للverb. I love reading. She loves eating pizza. Definitions بقى. Celebrate، احنا عارفين يعني احتفل. To spend time with others، ان انت تقضي وقت مع الاخرين. Being happy and having fun، وتكون في الوقت ده سعيد وبتستمتع. Grateful يعني شخص ممتن، حاسس ان هو لازم يشكر حد تاني. Feeling that you want to thank someone، لما تحس ان انت عايز تشكر شخص اخر. prayer قلنا ده المصلي، وprayer يعني دعاء، وprayer يعني صلاة. يبقى important words، كلمات مهمة، which you say to give thanks، انت بتقولها عشان تشكر ربنا مثلا، or ask for help، او تطلب المساعدة. give out the homework مثلا، give out homework يعني يوزع ال homework. give out the notebook، وزع الكراسات. to offer something، ان انت تعرض حاجة. fairgrounds دي الملاهي. an open area of land، منطقة واسعة من اليابسة. where people can enjoy rides، الناس بيستمتعوا بركوب الألعاب فيها. sunrise شروق الشمس. when the sun comes up in the morning، عندما تشرق الشمس في الصباح يبقى اسمه sunrise. sunset when the sun goes down at night، لما الشمس تغرب بقى. feast a large meal، وليمة وجبة كبيرة. شم النسيم اول سيلبريشن عندنا، شم النسيم. I love celebrating شم النسيم. I love celebrating شم النسيم. انا بحب الاحتفال بشم النسيم. with my family، مع عائلتي. the festival is for the start of spring، شم النسيم ده بيبقى معمول عشان احتفال بداية الربيع. and it's very old، and it's very old، وده احتفال قديم جدا. the ancient Egyptians also celebrated it، المصريين القدماء هم كمان احتفلوا بيه. as a festival of creation and new life، كانوا زمان بيحتفلوا بيه كعيد للخلق والحياة الجديدة. ايه بقى عيد للخلق والحياة الجديدة؟ احنا عارفين spring لما بيجي الربيع ايه اللي بيحصل؟ flowers start blooming، بتبدأ الورود تفتح. تمام؟ trees have green leaves، والاشجار يطلع عليها الاوراق الخضراء، بدل ما كانت بتسقط وشكلها لونها براون. يبقى هنا بيتكلم عن new creation، new life، حياة جديدة. الورد لسه بيطلع، تمام، والورق الاخضر لسه بيطلع يملى الاشجار، فده كان الغرض منه. شم النسيم is always on the same day as Coptic Easter Monday، بيقولوا ان شم النسيم دايما في نفس اليوم اللي هو يوم الاثنين من عيد الفصح القبطي. ايوه فعلا. I always wake up at the sunrise to get ready، دايما بصحى عند شروق الشمس عشان اجهز. lots of people go with their family to meet friends in parks، غالبا في شم النسيم الناس بتروح تقابل صحابهم او عائلاتهم في حدائق، gardens or beaches، او يطلعوا على الشواطئ. we eat lots of nice food and play music and games،
في عيد شم النسيم ده بنعمل ايه؟ بناكل اكل جميل، نعزف موسيقى، نلعب جيمز. Sometimes there are fairgrounds with rides for children. احيانا بيبقى في ملاهي وفيها العاب يركبها الاطفال. There are a lot of fun. ودي حاجات ممتعة قوي. Before the day of the festival, قبل يوم الاحتفال نفسه بقى. We spend time preparing lots of different traditional food. بنقضي وقت كبير ان احنا بنكون بنحضر انواع مختلفة من الطعام التقليدي. Often until sunset. تقريبا غالبا لحد غروب الشمس. We also boil eggs. كمان من الحاجات العادات المعروفة بنغلي البيض نسلقه يعني. Then paint and decorate them. وبعدين نلونه بقى ونزينه in different colors بألوان مختلفة to make them look beautiful عشان نخلي شكلهم جميل. عيد الأضحى بقى. عيد الأضحى usually lasts for 4 days. بيستمر لأربع أيام. And it's a very important Islamic festival. وده احتفال إسلامي مهم جدا.